عائد موهوب. عائد موهوب وردة ومحبة لروحه. اسم على مسمى عائد موهوب، الموهوب بالغريزة والاسم فعلا. ابن البيضاء، ابن شوارعها، هناك تسكع وهناك تعلم الفن وأبجدياته. لسنا هنا نتحدث عن تاريخ هذا الفنان، لسنا بل نتحدث عن روحه الطاهرة التي لها أن تحوم عاليا في سماء الفن وفي سماء هذا المهرجان. أزيد من 60 سنة يبحر في العطاء والتفاني فيما أقدم عليه من فن، منذ ظهور الشباب الأولى أخذ عائد موهوب على عاتقه أمانة الفن. عائد موهوب أخذ على عاتقه أمانة الفن، أمانة كبرى لا يقدر عليها إلا المبدعين. تجول في المسارح المغربية تمثيلا وإخراجا ونضالا على الركح. لم يعرف على هذا الفنان سوى روحه الهادئة واللطيفة جدا، هادئة كنسيم الربيع لا تخاصم أحدا ولا تشاكس أحدا. همه الوحيد كان المسرح والتمثيل، لهذا عرف واشتهر من خلال أعمال عدة ما تزال خالدة في الذاكرة المسرحية والتلفزيونية وكذا السينمائية المغربية. 4 سنوات وما يزيد عنها بقليل عن رحيله عنا إلى الأبدية، هناك حيث يرتاح، إلا أنه ما يزال يتسلل إلى قلوبنا خلسة عبر أعمال تخلد له موهبته النادرة والجميلة في عالم السينما والمسرح المغربي، أعمال لا يسعنا الورق كاملا لجردها، من بينها فيلم المطرقة والسندان للمخرج حكيم نوري الذي حصل فيه على الجائزة الأولى لمهرجان مكناس للسينما الوطنية، عن عمر 81 سنة وعن مسار 67 سنة في العمل المتفاني في خدمة الفن المغربي مسرحا تلفزيونيا وسينمائيا ونضالا. رحل عنا الفنان عائد موهوب تاركا فينا حدائق محبة تخلدها أعماله الفنية الرائدة، لهذا لا يسعنا إلا أن نقدم لروحه الطاهرة وردة ومحبة لا نهائية.